السلام عليكم. لو انا عايز احمل ملف من اقمار صناعيه وعايز يبقى عندي خرائط ابدا اشتغل عليها في الكي جي اس، فانا محتاج ان انا احمل اداه اسمها اتش سي ام جي اس. فهروح للبلاجن ومانج وببدا اعمل سيرش عليها، دي الحاجات اللي مسطبه ودي الحاجات اللي مش مسطبه، فابدا اختارها واقول له انستول، يبدا يسطب معايا وتظهر معايا هنا. فاقول له ان انا عايز احمل خريطه مثلا وليكن خريطة الشوارع، فبيبدأ يحضر لي خريطة بتاعت العالم كله. أبدأ أعمل زوم على الجزء اللي أنا عايزه مثلا أي حتة عشان بس نشوف الجودة اللي بتظهر معانا. وإن طبعا الكوردينيشن الكوردينيتس ده تقدر تحط الكوردينيتس اللي أنت عايزها، وهنا السكيل لو أنت عايز تكبر أو تصغر زي ما أنت عايز. فبيبدأ يظهر لك الشوارع زي ما انت عايز بالشكل دوت. طيب عايز ابدأ انا احطها مثلا في شكل كويس، فاقول له لي اوت مانجر واقول له اعمل لي كرييت واسميها مثلا واحد. اوكي طيب هبدأ بقى احط الخريطة اهي، اد ماب من هنا لهنا، وببدأ بقى اشوف المعلومات عند هنا اللي اوت الجريد سبيس الجريد اوفست. طيب هقول له سيف لي برضو الورلد فايل وانت بتصدر، ممكن اقول له صدرها لي كفيكتور، صدرها لي اطبعها كراستر زي ما انت عايز. وبعد كده ممكن تسيفها كصورة، تمام هخليها رقم 4 سيف، تمام. ممكن تقول له اوبن فايل افتر اكسبورت، فيبدأ يصدرهم لك بالشكل دوت. عمل لي ملف جنبيه على اساس يحفظ لي فيه الاحداثيات. طيب هقفل الشاشة ديت وكمان هقفل الشاشة ديت، تمام. وممكن بعد كده اسحب الملف ده هنا اهو، يبدأ يظهر معايا. يعني حتى لو اخفيت الخريطة بتاعت العالم كله هي موجودة، في الاحداثيات بتاعتها مظبوطة.